أتكلم كأب كأم والد عن ابنتي طالبة خريجة في هذه الجامعة، جامعة أدمس، هي جامعتنا، واليوم الطلاب كلهم فرحانين ونحن فرحانين. أتكلم بالنيابة عن الوالدين كلهم، فرحتنا لا تسع، فرحتنا لا تسع نحن بتخرج أبنائنا من جامعة أدمس. شكرا جامعة أدمس، شكرا للمعلمين، شكرا للإداريين، شكرا للجميع. ازاي هذا هو فرحتنا وعنواننا ان شاء الله بعد يومين بتم فرحتنا ان شاء الله. شكرا. مغعيق واسيد يوسف عبد الله وحان كميده هاي ارتيده برتا سوشيال ورك وحان هلكن ما اوغم هاد علينا يا الهي مر لباد وحان اوغم هاد علينا يا والدكيغي يا ددكي غرب تاغنا انان وحبرتو وحان كلون هاد علينا يا معلمينتا يا مامولياشا جامعه ارمس وحان كلون هلكن اوغم هاد علينا يا ان عروتي ده ابوهود او يغو غرب تاغنا ان ان مر ولبا لا سوده ارديديدا اون ان كهارين انيغو اه هويو لبا عرور دشاي ان ان كهارين يغو ديري غليناي ما تال بو فرحسن هي حاجه واخا او مهند قيلين سبحانه وتعالى مر لبات كهويدي اباهي هويو ابو مهسنتي تعب كينو كوميدو خسارين سو كلا ادم سامي لو حلاي هابي جراتويشن مغاي غوابلاين